التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود. وخلال اللقاء أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز البحرين بالعلاقات الأخوية الوطيدة والوثيقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيدا معاليه بالدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء لكبار الضيوف المشاركين في افتتاح الدورة 12 من سوق عكاظ بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.